فانا اتمنى لسه، لانه صراحه الاوتونومي اللي هي الاحترام الذاتي مقابلها مفهوم ثاني معاكس اللي هو هلا كنا عم نحكي فيه، اللي هو انه الطبيب ادرى. الطبيب نحن درسنا 20 سنه 25 سنه، انا درست وانا بفهم اكثر من المريض، وهذا حقيقه صح حقيقه. بس هل كوني انا بفهم اكثر منه طبيا انا بعرف اخذ قرارات عنه؟ هذا اسمه الابويه او باترناليزم او الباترناليزم. الابويه. شو رايك بهذا الكلام؟ هلا الابويه الطبيه هي كان نوع من انواع التعامل بين المريض والطبيب بفتره من الزمن، ولكن فتره قديمه شوي، يعني احنا بالستينات او السبعينات كان شيء متقبل هذا الموضوع. الوقت الحالي هذا الشيء مرفوض، هذا الشيء مرفوض تماما. هلا ام كلثوم هي شخص محظوظ جدا، لانه هي شخصيه عامه، فكان عندها القدره انه ترفض وتقول لا، وفي ناس دعمتها بهذا الشيء. ولكن في كثير مرضى بالوقت الحالي يمكن ما بظن انه، او بهذيك المرحله يعني، لو قايلين انا ما بدي هذا الشيء، اكيد راح يكون في عند كان راح يكون في مقاومه اكبر بالنسبه للمجتمع الطبي ضدهم. ولكن الابويه الطبيه هو شيء هاجر، او هي طريقه هاجر الاطباء منها، على الاقل بالمجتمع الغربي هون، او بالاماكن اللي الطب شوي تطور فيها اكثر. تركوها، هي صارت طريقه مرفوضه تماما، وان كان التعامل فيها موجود بالسبعينات أو الستينات، ولكن حاليا هي أمر محارب وأمر مرفوض تماما. حاليا انتقلنا نحن كمجتمع طبي هو لإجراء إنه نحن المريض هو مركز التعامل معه، وتشاركية مع المريض، فنحن ضمن شراكة إنه نحن مقدمين خدمات للمريض، وهو شخص مستهلك، هو بحاجة خدماتنا، هذا الشيء واقع كونه هو مريض. ولكن نحن كمان انه ما فينا بحكم انه هو محتاج هذا الشيء فينا نستخدم هذا الشيء ضده. نحن لازم دائما نسعى باتجاه الشراكة مع المريض.